سعداء جدا بهذا الحدث التاريخي الهام الذي عرفه المغرب عشية أمس، والمتمثل في إعلان فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ورخصة أو عطلة سنوية مؤدة عنها. هذا الحدث في الحقيقة هو يأتي انسجاما مع الرؤية الملكية السامية لترسيم الأمازيغية، وأيضا لإعطائها المكان الأساسي باعتبارها مشتركا بين جميع المغاربة، وأيضا استكمالا لورش الكبير ديال الدستور ديال 2011. هذا الحدث بقدر ما يسعد المغاربة بقدر ما يعطي يعني للجهات الرسمية وخاصة الحكومة واحد المسؤولية كبيرة للإسراع في تنزيل مختلف المراسيم والقوانين التي تستلزم يعني إعطاء هذه اللغة المكانة ديالها، سواء في المنظومة التربوية أو في الإدارة العمومية أو بشكل عام في المعيش اليومي. ولذلك نحن أكيد أمام واحد الورش كبير ديال العمل تحتاج إليه الحكومة. أيضا لابد أن نشيد بأن المبادرات الملكية في هذا الباب كانت دائما رائدة، وكانت هي السباقة وخريطة الطريق لكل ما يحققه المغاربة. صراحة يعني ما كانش شي واحد في المجتمع المغربي قطبة من الشمال نقولوا حتى الجنوب ما كانش البارح فرحان وسعيد بالبلاغ الديوان الملكي، كما زف لنا صاحب الجلالة وكما دائما كيزفنا أخبار يعني جميلة اللي كيعيش عليها المواطن المغربي، ترسيم اللغة الأمازيغية واعتبار يوم 13 و 14 إن شاء الله من يناير كل سنة هو يوم الأمازيغ اللي هم أصلا كنعرفوا يعني كان البعض كيعتقد بأن الأمازيغ فقط في سوسة أو في الجنوب المغربي، لكن الأمازيغ هم في جميع أقطاب المغرب يعني شمالا وجنوبا. الحمد لله يعني واحد تزوج ما بين جميع يعني العائلات، ما يمكنش ما يلقاش واحد العائلة تتنتقل الأمازيغية ولا عندها شي واحد أمازيغي ولا شي واحد يخدم مع الأمازيغ، يعني هذا شيء اللي فرحنا جميع. وصراحة يعني سعداء بأنه جاء من يعني في هذا الوقت هذا اللي كنا أمس الحاجة ليه، فأكيد ستعم الفرحة وفي هذا اليوم وفي هذا صراحة اللي صعيب يعبر الإنسان على الشيء اللي كان عند البعض يعتقد أنه صعيب، لكن دائما كما قلت صاحب الجلالة نصره الله ونتمنوا له الشفاء يا رب العالمين وطولنا في عمره، أنه دائما يزف الخبر الجميل في الوقت الصائب يعني فوق وقت دقيق على اللي كنعرفوه على مستوى العالمي ما يشهده العالم الآن. نحن الآن دائما كما قلنا المجتمع الآن المغربي تترسخ فيه قيم المواطنة الحقة، مجتمع الذي يعرف أنه المغرب بلد السلم والسلام، بلد الحب، بلد المحبة، بلد يعني اللي عايشين فيه الحمد لله بواحد عايشين يعني صراحة أريحية. فالبارحة بينما كنا نستعيد لانطلاق أو افتتاح المهرجان ديالنا تلقينا خبر مفرح جدا، خبر لتجمع لتعطينا هوية ديالنا اللي كنا تنطلبوا بها شحال هذه باش تضاف يعني التعريف بجميع يعني الهوية المغربية اللي هي متعددة الروافد. ففعلا كان خبر مفرح جدا تلقيناه من احد الزملاء ديالنا اللي اسمه هو الاول وهو محامي. فيعني هذا يعني حنا كنا في ديك اللحظه فاش تلقينا ذاك الخبر كنا جد سعداء، لانه هذا كنا تنتظروه سنوات وحنا تنتظروه باش هذا الراس السنه يكون رسمي. وبفضل صاحب الجلاله نصره الله البارح فرحنا وفرح جميع الامازيغ، وهذا لا يعني بانه احنا راه غير امازيغ وانا نعتز بالامازيغ، بل نعتز بالهويه المغربيه كلها. وفي بمناسبه احنا في ساحه التمرين بطال برشت اللي تنضم فيها جمعيه اكاديمي موري النسخه الثانيه ديال مهرجان الويكند، اللي هو في نظرنا يعتبر فضاء لترسيخ القيم الثقافية كرافعة للتنمية، وهذا شيء مهم جدا، كما أنه مجال لمجموعة من الشباب باش يسقلوا المواهب ديالهم في يعني جميع المجالات اللي هما يعني متخصصين فيها. هذا الخبر بطبيعة الحال أتى في واحد الظرف ديالو ولا في واحد السياق بطبيعة الحال اللي كتعيش فيه الأمازيغية، نوع من أنواع التراجعات إلا بغيت نوصفها سأصفها بالخطيرة جدا، لكون أولا أن ما تطمح إليه الحركة الأمازيغية في الكثير من المطالب ديالها والكثير من الأمور التي تنص عليها
عرفت تراجعات. هاد التراجعات بطبيعة الحال أتى هاد الإقرار الرسمي من طرف ملك البلاد جلالة الملك أجل هاد الترسيم، ترسيم يوم 13 يناير كعيد رسمي على غرار فاتح السنة الميلادية وفاتح السنة الهجرية. هاد الحادث بطبيعة الحال يجب أن لا يمر مرور الكرام، أتى من أجل أن يؤكد على تشبث المغاربة بتاريخهم، على أن تاريخ هذا الوطن هو تاريخ ممتد لا يمكن حصره في 12 قرن أو في 3 قرون وما إلى ذلك، وإنما هو تاريخ ممتد يتجاوز بكثير 33 قرن الذي نص عليه الأستاذ محمد شفيق في كتابه. أما فيما يتعلق بالحركة الأمازيغية ونظرة الحركة الأمازيغية فلا يمكن بطبيعة الحال إلا أن تتمين هذه الالتفاتة وهذا الإقرار من أجل كذلك أن نقف وأن نتصدى لهذه التراجعات التي تعرفها الأمازيغية وتعرفها المطالب الأمازيغية في شقها الثقافي وفي شقها اللغوي وفي شقها الهوية كذلك. لا كاينة كاينة.